هو أقدم نظام مصرفي في العالم، هكذا يلقبه المغاربة على الرغم من اختلافه عن نظام البنوك الحالية. إيجودار هي في الواقع مخازن جماعية شيدتها القبائل الأمازيغية قبل قرون عدة للتخزين والادخار. تحتوي على غرف خاصة بكل أسرة في القبيلة تضع فيها كل ما تملكه من مجوهرات وحبوب ومستندات وغيرها من الأغراض الثمينة لحمايتها من النهب والسرقة. تصميمها يشبه القلاع المحصنة، شيدت في مواقع آمنة داخل الجبال جنوبي المغرب، وكانت تخضع لحراسة مشددة لحماية ممتلكات السكان من النهب والسرقة، خصوصاً خلال النزاعات والحروب. بعض القبائل كانت تختار شخصاً أميناً يجلس على رأس المخازن ليحرس ممتلكات السكان، إلا أن الحراسة لم تكن تقتصر على البشر فحسب، فالبعض كان يوزع القطط في محيط المخازن لحمايتها من الفئران والقوارض، في حين كانت تكتفي قبائل أخرى بوضع الأفاعي السامة على مداخلها. لم تعد تستخدم هذه المنشآت لتخزين الممتلكات اليوم، إلا أنها تحولت مع مرور الزمن إلى وجهة سياحية يقصدها السياح من داخل المغرب العربي وخارجه على مدار العام.